لذلك في هذه اللحظات انا برحب بالناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محسن لملوم، الناقد الرياضي بالاهرام. استاذ محسن، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد. اخبار حضرتك ايه؟ وبالتاكيد خلال الساعات الاخيره عندنا تفاصيل كتيره، ممكن نبدا بالحديث على انتخابات الاتحاد الافريقي، وخلاص كلها 48 ساعه وهيتم غلق باب الترشح، وحتى هذه اللحظه على الورق في 4 مرشحين للرئاسه، وفي ايضا كمان عدد اخر سواء على المكتب التنفيذي للفيفا او الكاف. رؤيتك بشكل عام وشايف الاحداث دي ازاي خلال الساعات الاخيره؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المتابع الجيد للعمليه الانتخابيه في الكاف، وانت طبعا واحد منهم ان لم يكن ابرزهم بكل امانه. الله يخليك. كل اللي بيحصل ده متوقع تماما، متوقع تماما ان احمد ما يكملش، وستدينه ان شاء الله ان اجلا عاجلا غدا او بعد الغد او ربما اليوم، وحتى ممكن على يوم 19 نوفمبر الحالي في اجتماع لجنه الافراج بالفيفا، ان هو ممكن يستبعد تماما من الانتخابات. ترشح احمد ولد يحيى رغم ان البعض بيشوف ان هو مفاجئ، لكن هو مش مفاجئ تماما، ده كان البديل الجاهز لاحمد احمد، ورجل انفانتينو الاول زي ما الكل برضو المتابعين عارفين ان الكلام ده كويس جدا. يمكن كان الاستثناء في وجهه نظر انا الكرسي في الكلوب في انتخابات الكاف هو ترشح مصيب اللي هو رئيس نادي سان داونز، اللي ما كانش في حسابات، تقريبا ما كانش في حسابات انفانتينو، رغم ان هو كان البعض خرج وقال ان هو على علاقه جيده بانفانتينو، لكن الكلام ده يعني مش صحيح تماما. وجود ترشح احمد ولد يحيى بيعني ان مفيش احمد زي ما الناس عارفه، ان ده تقريبا البديل او البديل الامن لاحمد ان الامور تمشي زي ما هي، ويجي احمد ولد يحيى اللي هو المدعم الاول والذراع اليمنى لانفانتينو رئيس الفيفا. اما جاك انوما اللي هو بتاع كوت ديفوار، ترشحه انا شايف ان فيه يعني عنده بعض الحق، لان هو كان يمكن الوحيد اللي وقف ضد عيسى حياته في انتخابات 2012، وكان عيسى حياته اطاح بيه خارج الكاف وكان استبعده يعني وكان ظلمه بصراحه، فكان ده نوع من الحق ليه ان هو يترشح على الاقل، حتى لو مش هيفوز على الاقل ده حقه تماما، والناس كلها بترفع عليه القبعه وبتحترمه. لكن مصيب اللي هو رئيس نادي سان داونز ده كان مفاجاه بصراحه، لان هو طبعا الكل يعلم ان هو رجل اعمال كبير جدا في جنوب افريقيا، صهر السيد الرئيس رئيس جمهوريه جنوب افريقيا. لكن كمان النقطه المهمه ان هو حظي بتأييد كوسا سيكافا اللي هو اتحاد سيكافا اللي هو اتحاد شرق ووسط القاره، رغم ان هو بيتبع كوسافا اللي هي جنوب القاره الافريقيه. مظبوط. ده بالتاكيد هيبقى معضله صعبه شويه في انتخابات الكاف، يعني مع احترام الكل اللي ترشحوا واللي ممكن يترشحوا، انا شايف ان الانتخابات ما بين احمد ولد يحيى ومسيب اللي هو رئيس نادي سان داونز، الكاف هتروح لمين؟ بكل امانه شايفها تميل لصالح احمد ولد يحيى، نظرا للدعم الكبير جدا 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 من رجال احمد اكيد في الكاف وما اكثرهم، اكيد بيدعموا احمد ولد يحيى، وقبل ده كله طبعا جاني انفانتينو الدعم الاول ليه. طيب، من هنا لغايه يوم الخميس في 48 ساعه، هل ممكن يكون في اسامي اخرى تترشح الساعات الجايه؟ البعض كان بيتكلم على ترشح السنغالي اوجستين سنغهور رئيس الاتحاد السنغالي لكره القدم وعضو المكتب التنفيذي، ممكن يكون اضافه في قائمه المرشحين. بالظبط، هو الوحيد اللي ممكن يكون اضافه فاعله، اي حد تاني ممكن يترشح عادي مفيش اي مشاكل، لكن اوجستين سنغهور بيلقى دعم من فاطمة سمورة مواطنته، وكان طبعا هي اسم غني عن التعريف، إلى حد ما بيلقى دعم من بعض دول شمال أفريقيا وتحديدا دول المغرب العربي. لولا ترشح أحمد ولد يحيى، وتقدر أقول لك أن جاسين سنجور هو الخيار الأمثل للكل أن هم استقروا عليه، لكن وجود أحد رجال أحمد في الأساس اللي هم برضو رجال أنفانتينو بيقلل شوية من وجود جاسين سنجور، إلا إذا كان تمثيليه هتتعمل داخل الكاف في الانتخابات، انه يبقى يعني في اكتر من مرشح وفي النهايه معروف مين اللي هيفوز. طيب، معنى ترشح احمد ولد يحيى وهو بالتاكيد هيكون ليه تاثير على فكره عدد اعضاء المكتب التنفيذي تحديدا للفيفا، لانه لو نجح ممكن يكون في تاثير على المقعد العربي بالنسبه لمرشح الفيفا. انت عندك 2 مقعدين في مرشحين الفيفا. صحيح. حتى هذه اللحظه كان الاستاذ طارق البشماوي التونسي والمهندس هاني ابو ريده. هل المقعدين ممكن يتأثروا في حال نجاح أحمد ولد يحيى في ظل أن في تأكيدات في ترشح خير الدين زاتشي رئيس الاتحاد الجزائري، وأيضا كمان وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي، ولكنه مرشح على مقعد الكاف بدلا من فوزي لجع اللي عايز يترشح على مقعد الفيفا؟ والله بكل أمانة فوز أحمد ولد يحيى أكيد بيأثر على المقعد الثاني وبيخلي الحرب شرسة، لكن أنا بقول لك بكل أمانة يعني بحكم قربي شوية من العملية الانتخابية في الكاف أو الكاف أو الاتحاد الأفريقي بشكل عام،
عايز اقول لك ان لو حتى ده حصل واحمد ولد يحيى فاز، فاعتقد المقعد الفيفا في الكاف هيكون من نصيب هاني بوريدا، مع كامل تقدير واحترامي لوديع الجريء او لخير الدين زاتشي اللي لسه حتى هذه اللحظه لم يستقر بشكل كبير جدا، هل هو على لجنه تنفيذيه في الكاف ولا في الفيفا. ويعني كان في تندر شويه في الجزائر من بعض الاعلاميين الجزائريين، هم بيقولوا عمالين يقولوا ان مصر بتصارع في الكاف بهاني بوريدا، وتونس بتصارع بالجريء ولا البشماوي. فوز الاقجع كلنا عارفين تاثيره وقوته في الاتحاد الافريقي لكره القدم، اللي هو بين قوسين كده الرئيس المقرر لكره القدم، حتى موريتانيا الدوله اللي ملهاش باع في كره القدم مقارنه بمصر وتونس والمغرب والجزائر، ومع ذلك ما فيش اي تواجد للجزائر. يمكن حتى كان البعض كان بيتندر على وجود، يترحم عفوا على وجود محمد روراوة اللي كان طبعا عملاق في الكاف. ده يمكن وضع خير الدين زرتشي في موقف لا يحسد عليه، لكن في النهايه اعتقد مع كامل احترامي ليه وتقديري ليه، المقعد الثاني هيكون في حاله فوز احمد ولد يحيى، هيكون المقعد الثاني من نصيب هاني بوريدا ان شاء الله. اكيد. الزميل العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محسن اللموم، مدير التحرير للاهرام الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه الايضاحات. وملف الاتحاد الافريقي وتحديدا في منصب الرئاسه ومكتب تنفيذي كاف وفيفا، ما زال هناك في حديث كثير، وما زال هناك مفاجآت قد تحدث خلال الساعات القادمه.